طبعا ويا اليوم يمكن هاي المرة العاشرة اللي تقب ترابه. الكل يتسألون شنو اللي دي يصير، شنو هذا التراب، بس السبب واضح. الله، شو الجو الحلو هذا يعني، بعد الله يساعده بعد التراب اللي عجامة. هاي مو أول مرة صار عندنا، لا تستغربوا. بسنة 2012 سويت كارتون اسمه حنش الرئيس، بوحدة من الحلقات همينا قبت حجاجة وترابة كلش قوية وقبت عليهم الغبرة قبة مو طبيعية. اهلا الربو، طالع مستشفى اليرموك، مستشفى اليرموك طالع السريع. عن الربو طوارئ الكندي طالع، نفرين طالع، وانا مال الربو طوارئ. ما احكي لكم المستشفيات انملت كلها باصحاب الربو. كصار لك يا الربو 85 زين والله طولت لي هسه. تجيب انت تكلمت مو راح اموت، هذا ثان نفسي ليه؟ ادري شنو يا نرجيله تجيب يا ابويا، ما بكون كيفكم ما راح اطير يا الله. حنش الرئيس شاف الشغله غريبه، طخت براس حنش بذيك الليله يمشي عكس اتجاه العجاجه حتى يعرف مصدرها منين جاي، لان بداخل احساس انه هاي العجاجه وراها سالفه وسالفه كبيره، ولزم السريع مال محمد القاسم وظل يمشي طول الليل لحد ما وصل الى مكان وشاف بنكات عملاقه تسوي هاي الترابه. وهذا المدعبل هو راس البلد اللي يوميا مشغل علينا البنكات ومقبب هاي الترابه. يا ملاعب الوالدين، لا اقول ماكو عجاجه من غير بنكه. جت فكره الحنش الرئيس شنو ممكن يسوي. خابر صديقه فليح واحد فلاح، قال له اريد منك شغله. الو الو، هلا اخوي، ياهو حنش. وراح الرئيس دبر له بيه كم مدري منين ما منين، وجاب من صديقه ابو فسيله انواع البذور والحبوب، وجاب وياهن سماد مال الاول مو مال هالوقت، حتى دكسن مخبوط، وقام ينثر بيه باتجاه المدينه حتى يزرع ويقضي على التصحر. بدت النباتات تطلع وبدأ الزرع ينمو، وبهاي الحالة بعد ما تقب علينا عجاجة. الفكرة من هذه الحلقة انه احنا لازم نقضي على التصحر. شلون نقضي عليه؟ عن طريق الحزام الاخضر. ما يصير انه احنا نظل نلقي اللوم على الحكومة، وطبعا ما يصير الحكومة تعوفنا بالحزام لانه راح يخرط البنطرون. افضل حل لهذا الشيء ما ادري، انا راح اعطيكم فكرة تفيد ولا ما تفيد، بس هي فكرة حلوة، انه كل عائلة يروحون يزرعون شجرة، وهاي شجرة تسمى باسمهم، تنكتب عليها اساميهم، وهم هذول العائلة يبقون كل سنة كل شهر كل فترة يروحون يزقوها يحطوا لها سماد، وكل ما تكبر هاي الشجرة راح تزيد وياها ذكرياتهم الحلوة. بنفس الوقت يعلمون الاولاد على الزراعة، وهذا الشيء مهم جدا انه الناس كلها لازم تتعلم الزراعة وشون يزرعون وشون يهتمون بالنباتات. فانتوا تخيلوا اذا كل عائلة زرعت شجرة راح صار عندنا غابات، وصدقوني الجو مال العراق راح يتغير تماما، السماء راح تصير زرقاء، راح نشوف الغيوم، وانا اول واحد راح اساهم بهذا الشيء وراح اروح ازرع شجرة. بس تعال سمين واحد يجيب شجرة، اذا تندلون واحد ابو مشتل قولوا لي عليه، اقول لكم شجرة ايش تشرب، ماي بيبسي شنو.